السلام عليكم. كشف فوزي درار عن اجتماع في المجلس العلمي بحضور وزير الصحة لاتخاذ عديد الإجراءات، خاصة مع عودة حجاجنا الميامين والتركيز دائما على التوعية والامتثال إجراءات الوقاية. وأفاد المدير العام لمعهد باستور أن الهدف هو العودة للتلقيح وأيضا الالتزام بتدابير الوقاية لكسر هاجس ارتفاع الحالات مستقبلا، والعمل يبدأ من الآن. كما تم دعوة الحجاج إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 7 أيام على الأقل من أجل سلامة الآخرين. ودعا فوزي درار أي شخص لو أعرض عليه مباشرة الفحص والانعزال، محذرا من الاستهتار والتهاون والذي يؤدي إلى موجة أخرى. وقال إنه من السابق لأوانها الآن الحديث عن موجة خامسة في ظل الوضعية الحالية. الوقاية وحدها من تجنبنا ذلك مستقبلاً.